أرض نحن قم معاها وخد بإيدها كن سندها في أي محنة. شوفي يا عمار رحت وشفت نتيجة الفحص والدكتور طمني وقال إنك عن قريب رح تشفي. يا طلع عمار رحت؟ رحت مثل الخالق؟ إي والله جد ورح ترد عافيتك مثل قبل وأحسن. تعرف عمار الشيء اللي كان هون عليها كل هيدا إنك كنت جنبي وما تركتني أبد. ما تخافي رح ضل جنبي. وبعزيمته القوية يستطيع الإنسان وبحسن التوكل على الله تخطي الصعاب وبعزيمته القوية تخطي الصعاب ويا كل مريض ويا كل مريضة لا تنسون قدرة الله على شفاء المرض. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفي صلى الله عليه وسلم.